بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه أي في هذا الباب سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وكان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يصلي بالناس صفقوا تنبيها لأبي بكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حضر، وكان ذلك جهلا منهم فلم تبطل صلاتهم بل عفي عنهم. ولكن تعمدا الرجل إذا سهى الإمام يسبح لا يصفق، أما النساء إذا سهى الإمام يصفقن. باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن، يعني من السجود، حتى يستوي الرجال جلوسا. كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء كثير يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، يعني ليس عنده إلا إزار فليس عنده رداء، فكانوا يجعلون الرداء على أعناقهم، الطرف الأيمن على المنكب الأيسر والأيسر على المركب الأيمن، ويعقدونه حتى لا يسقط من صغر الإزار. فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن، يعني من السجود، حتى لا تظهر العورة، حتى يستوي الرجال جلوسا، وذلك للحاجة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. باب لا يرد السلام في الصلاة. إذا سلم عليك إنسان لا ترد السلام إذا كنت تصلي. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علي، ولما رجعنا سلمت عليه ولم يرد علي، وقال: إن في الصلاة شغلا. كان أولا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويرد عليهم، ولكن في آخر الأمر سلموا فلم يرد، وبين لهم بعد الصلاة: إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا، يعني فلا يرد المصلي السلام. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا كثير بن شنظير عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له، فانطلقت ثم رجعت
وقد قضيتها أي الحاجة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه يعني وهو يصلي، فلم يرد علي، فوقع في قلبي ما الله أعلم به، يعني خاف أن يحصل منه شيء، أن قد حصل منه شيء، فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أي غضب علي أني أبطأت عليه أي تأخرت، ثم سلمت عليه ولم يرد علي، ووقع في قلبي أشد من المرة الأولى، ثم سلمت عليه ورد علي فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي، يعني على الراحلة، وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة. فالمسافر يصلي على الراحلة النافلة ولو كان وجهه إلى غير القبلة، والمصلي لا يرد السلام. باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به. حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني عمرو بن عوف بقباء كان بينهم شيء، يعني كان بينهم خصومة وشجار، فخرج يصلح بينهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، فالإصلاح بين المتخاصمين فيه أجر عظيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فخرج يصلح بينهم في أناس من أصحابه رضي الله عنهم، فحبس أي تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة أي حضر وقت الصلاة، فجاء بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس أي تأخر، وقد حانت الصلاة أي حضر وقت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال رضي الله عنه الصلاة، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف أي وصل إلى الصف الأول، فأخذ الناس في التصفيح، فالصحابة جعلوا يصفقون يعني تنبيها لأبي بكر. قال سهل التصفيح والتصفيق. قال وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، لا يلتفت في صلاة، لأن الالتفات في الصلاة من غير ضرورة ممنوع. فلما أكثر الناس التفت أبو بكر رضي الله عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه يأمره أن يصلي، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يستمر في الصلاة، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي أن يصلي وراءه، ثم رجع القهقرى أي إلى الوراء وراءه حتى قام في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، لأن الركعة كانت هي الركعة الأولى، فلذلك تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في حديث آخر كانت الصلاة قد ركع منها ركعة فلم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل هناك يعني تشويش. وأما هنا كانت الركعة الأولى فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم
وصلى بالناس. ولما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس وقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة؟ أخذتم بالتصفيح؟ إنما التصفيح للنساء. المرأة إذا سهى الإمام تسبح، يعني لا تصفق، المرأة تصفق لأن صوت المرأة فتنة، وأما الرجل إذا سهى الإمام يسبح. إنما التصفيح للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. ثم التفت إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة، أي أبو بكر، أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما استطعت أن أكون إمامك وأنت ورائي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الخصر في الصلاة، يعني وضع اليدين على الوسط في الصلاة، لا يجوز للمصلي أن يضع يده في وسطه في الصلاة. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن الخصر في الصلاة، أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع المصلي يده في وسطه. وقال هشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا هشام، حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي أن يصلي الرجل مختصراً، يعني واضعاً يده في وسطه، فلا يجوز للمصلي أن يضع يده على وسطه في الصلاة. باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، يعني هو يصلي يفكر في الجهاد في سبيل الله رضي الله تعالى عنه. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا روح، حدثنا عمر وابن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليك عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فلما سلم قام سريعاً دخل على بعض نسائه، ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعجبهم لسرعته، فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا، يعني قطعة ذهب فيها تراب، فكرهت أن يمسي، يعني أن يبقى أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته، أي على المستحقين صلوات الله وسلامه عليه. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. إذا أذن المؤذن الشيطان يفر وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا سكت المؤذن أقبل، أي الشيطان، فإذا ثوب، أي أقيمت الصلاة، أدبر، أي الشيطان، فإذا سكت أقبل، فلا يزال بالمرء يقول له: اذكر ما لم يكن يذكر. الشيطان يذكر المصلي بأمور الدنيا حتى يشغله عن صلاته.
فلا يزال بالمرء يقول له اذكر ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو قاعد، يعني إذا سهى يسجد للسهو. وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا لم تدري كم صلي كم صليت ابني على اليقين وكم بصلاتك واسجد للسهو سجدتين. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرني ابن أبي ذيب عن سعيد المقبري قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: يقول الناس أكثر أبو هريرة، يعني من الحديث، فلقيت رجلاً فقلت: بما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة، يعني ماذا قرأ في صلاة العشاء؟ فقال: لا أدري. فقلت: لم تشهدها؟ أي أنت لم تكن حاضراً؟ قال: بلى. قلت: لكن أنا أدري قرأ سورة كذا وكذا. فينبغي للمصلي أن يحضر قلبه ويحذر وساوس الشيطان. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم. كتاب السهو. باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. إذا سهى الإمام وقام من الركعتين في الصلاة الرباعية، سلم من ركعتين سهوا. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، يعني نسي التشهد الأول، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. فإذا سهى عن الجلوس للتشهد الأول يتمم الصلاة ويسجد للسهو قبل السلام. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. في صلاة الظهر صلى، لم يجلس للتشهد سهوا، ثم أتم الصلاة، فلما قضى صلاته سجد سجدتين للسهو ثم سلم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. باب إذا صلى خمسا، يعني سهى وزاد ركعة. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، يعني سهوا زاد ركعة. فقيل له: أزيد في الصلاة؟ هل زاد الله تعالى في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. والمأموم إذا تأكد أن الإمام قام في الخامسة لا يتابعه بل يجلس حتى يسلم. وأما إذا كان ساهيا أيضا فيسجد سجدتين مع الإمام للسهو. فالمأموم تابع للإمام، فإذا سهى الإمام يسجد المأموم مع الإمام. باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين
مثل سجود الصلاة أو أطول، يعني سجود السهو. حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، يعني بعد ركعتين، فقال له ذو اليدين، رجل من الصحابة يلقب بذو اليدين: الصلاة، الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ هل نقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين، يعني قام وصلى الركعتين الباقيتين، ثم سجد سجدتين للسهو. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين. وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام من أجل السهو يعفى عنه. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس رضي الله عنه والحسن ولم يتشهدا. وقال قتادة رحمه الله: لا يتشهد. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، يعني سلم من ركعتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين، يعني الباقية، ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع، يعني سجد للسهو بعد السلام. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد: في سجدتي السهو التشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا سلم ثم سجد للسهو فيسجد سجدتين ولا تشهد عليه. باب من يكبر في سجدتي السهو. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال محمد: وأكثر ظني أنها العصر، ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا، أي خافا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه: رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين. فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى، قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، يعني يكبر عند سجود السهو. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، أي التشهد، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، ف
فكان مكان ما نسي من الجلوس أي سجود السهو. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. باب: إذا لم يدري كم صلى، يعني سهى ولم يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعا، سجد سجدتين وهو جالس، أن يبني على اليقين ثم يسجد للسهو سجدتين. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدسوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أي أقيمت الصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه أن يوسوس، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الشيطان أذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر، يعني يوسوس للإنسان ويذكره بالأمور الدنيوية، حتى يظل الرجل إن يدري أي ما يدري كم صلى، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني يبني على اليقين ويكمل ثم يسجد سجدتين للسهو. باب السهو في الفرض والتطوع، يعني حتى في صلاة التطوع إذا سهى يسجد للسهو. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره، يعني سهى في الوتر وسجد للسهو. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه، أي خلط عليه، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. وهذا يشمل الفرض أو التطوع، إذا سهى في التطوع عليه أن يسجد للسهو. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، الإشارة باليد في الصلاة. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه أرسلوه إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصليهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما، أي نهى عن الصلاة بعد العصر إذا كان من غير سبب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنها، يعني كان يؤدب الناس الذين يصلون بعد العصر من غير سبب. قال كريب: فدخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة، اسأل أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليها حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام
من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية أي البنت الصغيرة أو الأمة، فقلت قومي بجنبه قولي له تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين، يعني عن الصلاة بعد العصر، وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه قوم فسألوه فلم يصلي الركعتين بعد الظهر، فصلاهما بعد العصر، يعني قضى تلك الركعتين بعد العصر، هذا السبب. وأما الصلاة بعد العصر من دون سبب هذا منهي عنه. باب الإشارة في الصلاة. قاله كُريب عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار بيده للجارية حتى تأخرت عنه حينما أخبرته بالكلام. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، يعني خصوم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فالإصلاح بين الناس أمر يحبه الله، فحبس أي تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة أي حضر وقت الصلاة، فجاء بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس أي تأخر، وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال رضي الله عنه، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه، فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف أي الصف الأول، فأخذ الناس في التصفيق يعني تنبيها لأبي بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس يعني التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس يكمل الصلاة، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله أن أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي وهو وراءه، ورجع القهقرى وراءه، رجع أبو بكر إلى الوراء رضي الله عنه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، وذلك أن الصلاة كانت في ابتدائها في الركعة الأولى، ولذلك رجع أبو بكر إلى الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى للناس. أما إذا كان قد صلى ركعة فلا ينبغي ذلك، لا ينبغي له أن يتقدم حتى لا يحصل تشويش. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء. الإمام إذا سهى النساء يصفقن، لأن صوت المرأة فتنة، وأما الرجال يسبحوا. من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، الرجال يسبحون، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت: يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي للناس
حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما طابت نفسه أن يصلي بالناس والرسول وراءه، وذلك في الركعة الأولى. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب، حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة رضي الله عنها عن أسماء رضي الله عنها قالت: دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي تصلي، يعني في صلاة الكسوف، قائمة والناس قيام، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، أي انظري كسوف الشمس، فقلت: آية؟ فقالت برأسها: أي نعم. فالإشارة الضرورية تباح الصلاة. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، أي مريض، جالساً، وصلى وراءه قومٌ قياماً، فأشار إليهم أن يجلسوا، ولما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا. هذا كان في أول الأمر، إذا صلى الإمام جالس يصلون جلوس، وفي آخر الأمر حينما كان قد مريض صلى الله عليه وسلم والناس يصلون وأبو بكر يصلي بالناس، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى جالسا والناس قيام. هذا آخر الأمرين. كتاب الجنائز. اللهم حسن خواتيمنا على الإيمان يا رب العالمين والمسلمين والمسلمات. باب في الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله. وقيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. يعني التوحيد، ولا بد من أداء الفرائض من صلاة وزكاة وصيام وحج وغير ذلك من الواجبات. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، قيل أشار بهذا إلى ما رواه أبو داود والحاكم رحمهم الله من طريق كثير ابن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إذا قالها خالصاً من قلبه كفر بالمعبودات الباطلة كلها، ووحد الله، وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي بن ميمون، حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. اللهم ثبتنا على التوحيد والسنة، وحسن خواتيمنا على الإيمان يا ذا الجلال والإكرام. فالموحد
قد يغفر الله له الذنوب بفضل التوحيد، فيجب علينا أن نحذر الشرك ونحذر المعاصي ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار. وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. فعلينا أن نحذر الشرك ونحذر المعاصي ونتوب إلى الله جل جلاله. باب الأمر باتباع الجنائز. حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشمية العاطس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور: باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي إذا لم يكن هناك منكر، ونصر المظلوم، وإبرار القسم إذا حلف عليك أخوك المسلم على شيء ليس فيه معصية بر قسمه، ورد السلام، وتشمية العاطس. إذا عطس العاطس وحمد الله تقول له: يرحمك الله، ثم هو يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. العطاس نعمة من نعم الله، فعليك أن تحمد الله عز وجل. ونهانا عن آنية الفضة، لا يجوز الأكل والشرب في أواني الفضة وخاتم الذهب، أي وحرم لبس خاتم الذهب. الذهب محرم على الرجال، لا يجوز لبس خاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. الحرير بأنواعه محرم على الرجال ومباح للنساء. حدثنا محمد، حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قال: أخبرني ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشمية العاطس. تابعه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. ورد السلام واجب. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. بعض الناس إذا سلمت عليه يقول هلا ومرحبا، ما يرد السلام، هذا خطأ. أولا يجب رد السلام ثم تقول كلاما طيبا لا بأس به، ولكن رد السلام واجب. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه، يعني إذا كفن. حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني معمر ويونس عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسلح، اسم مكان، حتى نزل فدخل المسجد، فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فتيمم، أي قصد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، أي مغطى ببرد حبرة،
فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله رضي الله عنه، ثم بكى فقال: بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتى التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس، فقال أبو بكر: اجلس. قال لعمر: اجلس. فأبى. فقال: اجلس. فأبى. فتشهد أبو بكر رضي الله عنه، يعني حمد الله وأثنى عليه وتشهد، فمال إليه الناس، الناس اجتمعوا إلى أبي بكر وتركوا عمر. فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت جل وعلا. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فوالله لكأن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل الآية حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنه اقتسم المهاجرون قرعة، المهاجرون حينما هاجروا عمل الصحابة قرعة، كل مهاجري أخ لأنصاري رضي الله تعالى عنهم. فطار لنا عثمان بن مضعون، أي فصار في نصيبنا عثمان بن مضعون المهاجري رضي الله عنه، فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه عثمان بن مضعون رضي الله عنه. فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. هذا أم العلاء قالت هذا عندما توفي عثمان بن مضعون رضي الله عنه، قالت: فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، أي أفديك بأبي يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه فقد جاءه اليقين، أي الموت، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. على كل حال، يدعى للميت بخير، وأما أن يجزم بأن الله أكرمه هذا الله أعلم، إنما إن كان مؤمنا ندعو له بخير، ولا نجزم بأن الله أكرمه، بل ندعو له بالخير ونرجو له الخير. حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا الليث مثله، وقال نافع بن يزيد عن عقيل: ما يفعل بي؟ وتابعه شعيب وعمر بن دينار ومعمر. المؤمن يدعى له بخير. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة
قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي أبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه لما قتل والد جابر عبد الله بن حرام رضي الله عنه قال جابر جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. البكاء بدمع العين معفو عنه، ولكن رفع الصوت بالبكاء وندب الميت هذا حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني عن البكاء بدون صوت. فجعلت عمتي فاطمة رضي الله عنها تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة عليهم السلام تظله بأجنحتها حتى رفعتموه أنه قتل في سبيل الله. الملائكة عليهم السلام جعلت تظله رضي الله تعالى عنه. تابعه ابن جريج أخبرني ابن المنكدر سمع جابرا رضي الله عنه صحابة رسول الله أجمعين. باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يعني أخبر بموته، نعاه أي أخبر بموته. النجاشي أصحم ملك الحبشة مات رضي الله تعالى عنه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب رضي الله عنه. نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا أي صلاة الغائب رضي الله تعالى عنه، لأنه أعان المسلمين وأكرمهم وأسلم رضي الله عنه. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الراية زيد، يعني في الجهاد في سبيل الله أخذ العلم زيد فأصيب أي استشهد رضي الله عنه، ثم أخذها أي العلم جعفر رضي الله عنه فأصيب استشهد رضي الله عنه، ثم أخذها أي الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان. بكى صلى الله عليه وسلم، والبكاء بدمع العين وحزن القلب معفو عنه، وأما رفع الصوت بالبكاء وندب الميت هذا نياحة وهذا حرام، لأنه يدل على كراهة القدر. الواجب الإيمان بالقدر والصبر على قدر الله عز وجل. قال ثم أخذها خالد بن الوليد أي أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه من غير إمرة، أي من غير أن يكون معينا للإمارة، ففتح عليه أي فتح الله عليه ونصره صلى الله عليه وسلم، نصر الله خالد بن الوليد رضي الله عنه.